أفادت مصادر الحدث أن السلطات التركية فرضت قيوداً مشددة على أنشطة جماعة الإخوان وعناصرها المقيمين في الأراضي التركية بعد أيام من إعلان إعادة العلاقات بين مصر وتركيا. وكشفت المصادر أن السلطات التركية شنت حملة مداهمات على عناصر الإخوان المقيمين في تركيا. وأكدت المصادر أن السلطات التركية طالبت عناصر الجماعة بعدم نشر أي أخبار مسيئة. أو تغريدات تنتقد مصر وهددت المخالفين لتعليماتها بالترحيل من البلاد إذا ظلت العلاقات المصرية التركية متوقفة عند الإشارة الحمراء منذ 2011 منتظرة بذلك الضوء الأخضر لانطلاقها. العلاقة المتأرجحة بين أنقرة والقاهرة انقطع حبل الدبلوماسية فيها على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان. وسحب تركيا سفيرها لدى القاهرة في 2003 في أعقاب فض اعتصام رابعة. وليعطي شرعية لتدخله وقتذاك زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحراك الشعبي ضد الإخوان تقوده إسرائيل خلف الستار. سنتان بعدها تحديدا في 2013 عاد السفير التركي الى القاهره في الصمت والتزمت مصر بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لدى انقره بعدها تحولت تركيا الى قبله لجماعه الاخوان المصريين ما بين اعلاميين واعضاء احزاب سياسيه بسبب موقفها من الحكم الجديد في مصر انذاك مصر لعبت اولى اوراقها في مواجهه تركيا إذ وقعت اتفاقا ثنائيا لترسيم الحدود مع قبرص في ديسمبر 2013 وفي 2018 قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قال إن بلاده تخطط للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط أما في 2019 دشنت مصر منتدى غاز شرق المتوسط ورأت تركيا في إنشاء هذه المنظمة راتها محاولة لعزلها من ثروات المنطقة. في نوفمبر 2019 ايضا وقعت تركيا اتفاقا للتفاهم مع حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس. وفي اغسطس 2020 وقعت مصر اتفاقا ثنائيا جديدا لترسيم الحدود البحرية مع اليونان. في السنة ذاتها وافق البرلمان التركي على ارسال قوات الى ليبيا لدعم حكومة طرابلس في حربها ضد قوات شرق ليبيا. ومع بوادر التقارب المصري التركي هناك مخاوف من مراجعه الحدود البحريه خاصه مع وجود اتفاق ليبي تركي يمنح مصر مساحه اكبر من الحدود البحريه وما بها من ثروات للغاز الطبيعي من اسطنبول ينضم الينا استاذ العلاقات الدوليه الدكتور سمير صالحه وايضا من القاهره ينضم الينا عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري اهلا ومرحبا بكما الى الاخبار الليله ابدا مع ضيفي السيد سمير اجراءات انقره ضد الاخوان اخوان مصر هل من الممكن ان تقرا على انها قرار تركي بقلب صفحه وبدايه بصفحه جديده مع مصر مساء الخير للجميع اولا نعم يعني هذه الخطوات التي نتحدث عنها في ملف الاخوان برايي لم تبدا في الايام الاخيره منذ حوالي عامين تقريبا بعد دخول انقره في الحوارات الاستكشافيه مع الجانب المصري بدا انقره والقاهره مناقشه ملف الاخوان بكل تفاصيله وبرايي منذ عامين تقريبا كان في اجتياز مرحله صعبه في التعامل مع الملف وتم الوصول الى تحقيق خطوات برايي ترضي الجانب المصري كثيرا في هذا الملف. في اكتوبر تشرين الاول المنصرم العام المنصرم كما تتذكرين كان في ايضا مؤشر مهم محاوله بعض كوادر الاخوان في المدن التركيه الدعوه الى تظاهرات في المدن المصريه وقتها وكان في رده فعل شديده من قبل القيادات السياسيه والامنيه التركيه، اتخاذ تدابير مشدده ضد الكوادر التي دعت الى هذه هذا الحراك، وتم تمت عمليه ترحيل العديد منهم الى خارج تركيا، هذا يعني نعم انه ملف الاخوان يتقدم بنجاح في الحوار التركي المصري وبرأيي وصلنا الى الخواتم. طيب سيد مصطفى كيف ترى القاهره اليوم هذه الاجراءات؟ هل فعلا تشكل بالنسبه لها بدايه جديده بمعنى الكلمه؟ يعني اسمح لي ان الاخوان كانوا عنصر فاعل ومشترك في مسار العلاقات المصريه التركيه طيله الفتره الماضيه وتحديدا بعد سقوط حكم الاخوان في 3 يوليو من عام 2013 مرت العلاقة بثلاث مراحل مهمة، المرحلة الأولى هو إيواء تركيا لعناصر الإخوان وتوفير الملاذ الآمن لهم الذين كانوا يشنون من على الأرض التركية حملات إعلامية وتحريضية ضد مصر. المرحلة الثانية هو الاتصالات الأمنية التي جرت بين عناصر أمنية ودبلوماسية مصرية تركية وكان الأمر يتم بشكل سري. المرحلة الثالثة هي المرحلة التي التقى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس اردوغان في مصافحه في اثناء زيارته الى قطر، وكان لهذه المصافحه اثر كبير حقيقه، اذ بعد ذلك بدات تتطور العلاقات المصريه التركيه، وبدات تركيا بالفعل كما قال ضيفك الكريم تتخذ اجراءات في مواجهه حملات التحريض التي تمت في يوم 11/11 .11 من العام الماضي وكان لذلك ايضا تاثيره في مصر لان تركيا اتخذت بالفعل اجراءات جاده ضد عناصر اخوانيه واغلقت قنوات وسعت الى تحذير كل من يحرض ضد مصر. الان بعد عوده السفارات بين البلدين تبادل التمثيل الدبلوماسي والاعلان عن زياره سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح على راس وفد كبير يوم 27 يوليو المقبل اتخذت العلاقة مسار آخر جديد وكان طبيعيا في ضوء ذلك أن تبدأ السلطات التركية إجراءات فاعلة وحقيقية على أرض الواقع بالتحذير وبعدم منح الجنسية وبالتوقيف وبعرقلة أي تحركات وكل ذلك الحقيقة كان مؤشرا ايجابيا مهما في مسار هذه العلاقات. سيد سمير كان هناك العديد من الملفات ربما التي كانت تطالب مصر تركيا فيها التغيير، عودة العلاقات الدبلوماسية والتمثيل الدبلوماسي اليوم هل هو فعلا يبدد كل الخلافات؟ هل هو فعلا إعادة حقيقية للعلاقات أم أنها قد يراها البعض تبريد للتوتر في بعض الملفات يعني على الاقل في الجانب التركي انا اظن انه يعني دخول اسرار انقره على الدخول في هذا النقاش الحقيقي مع الجانب المصري وتسريع عمليه الحوار هذا الانفتاح هذه الاتصالات الاجتماعات المكثفه بين القياده السياسيه والدبلوماسيه في البلدين يؤكد انه في رغبه حقيقيه في انقره باتجاه ذهاب نحو فتح هذه الصفحه الجديده من العلاقات المساله نعم مرتبطه ربما برغبه تركيه مصريه لكن في قناعات اخرى ان الاجواء الاقليميه الاجواء في المنطقه ايضا حسابات الربح والخساره على المستوى الاقليمي هي التي ايضا تدفع كلا البلدين للذهاب وراء مراجعه السياسات و الانفتاح في العلاقات متطلبات المرحله في المنطقه برايي كان لها هذا التاثير الكبير انقره منذ اشهر وهي تناقش في الداخل التركي مساله ملف الاخوان كما نعرف جميعا كانت في تريث للخروج من الانتخابات التركية من الذي سيفوز في هذه الانتخابات والآن بعد فوز حزب العدالة والتنمية وبقاء الرئيس رجب طيب أردوغان ستتم عملية حسم النقاط العالقة في هذا التحرك في ملف الإخوان تحديدا البرمجة التركية برأيي باتت واضحة ومعروفة لدى الجانب المصري مسألة الترحيل تسليم بعض العناصر وقف عملية التجنيس وقف عملية تمديد الإقامات سحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين قدموا اوراق غير صحيحه غير سليمه يعني في مراجعه كامله في التعامل مع الملف لكن كما قلت لك طبعا الرغبه موجوده والاجواء الاقليميه ايضا مواتيه وهي التي برايي تدفع الجانبين لذهاب وراء هذا المسار الجديد سيد مصطفى في ملفات اخرى غير ملف الاخوان ملفات عديده طبعا منها تحديدا ملف شرق المتوسط والغاز كيف ستتعامل مصر مع هذا الملف بعد هذا التقارب الحاصل يعني نحن نعرف تماما ان الملفات الساخنه الاخرى هي الملف الليبي وايضا ملف غاز شرق البحر الابيض المتوسط، وهذه كانت نقاط خلاف اساسيه ما بين مصر وما بين تركيا في الفتره الماضيه، وكانت من الملفات الساخنه حقيقه، لان وجهتي النظر تقاطعت مصر كانت ترفض مساله ارسال مرتزقه الى ليبيا ومد احد الفصائل باسلحه وفي نفس الوقت ايضا عندما وقعت اتفاقيات تعيين الحدود البحريه مع اليونان ومع قبرص بالتاكيد هذا اثار الجانب التركي الذي يرى ان له حقوقا ايضا في غاز شرق البحر المتوسط. هذه الملفات بالتاكيد ستكون على جدول اعمال الرئيسين خلال لقاء 27 نوفمبر 27 يوليو وايضا ملف العلاقات الاقتصاديه مصر ربما لم تغلق ابدا ابواب العلاقات الاقتصاديه رغم الازمه صحيح. التي كانت موجوده بين البلدين في هذه الفتره واظن ان التصريحات التي ادلى بها السفير التركي في القاهره من ان يعني تركيا حريصه ايضا على ملف الوحده في ليبيا وعلى التنسيق مع مصر فيما يتعلق بهذا الامر هذه تعطي مؤشرات إيجابية نتمنى بالفعل أن اللقاءات يمكن أن تحسم هذا الأمر بشكل أو بآخر سيد سمير كما أشار سيد مصطفى بأن الملف الليبي من أحد أهم الملفات ووصفها بالساخنة هل من المتوقع أن تسحب تركيا قواتها من ليبيا من وجهة نظرك؟ يعني طبعا في الشق المتعلق بال الملف الليبي والقراءات في, في أنقرة وفي القاهرة برأيي يبدو أنه بدأت الأمور تتضح أكثر فأكثر وفي توافق تركي مصري حول رسم خارطة الطريق في التعامل مع الحلحلة في هذا الملف وأنا كما أتابع بدأت هذه الخطوات تتقدم بشكل عملي ميداني بأكثر من, من اتجاه يعني التنسيق التركي المصري في التعامل مع الملف الليبي أيضا برأيي لم يعد عقبة في إنجاز كبير لكن الملف الاهم وهنا ربما اتفق مع ضيفك نعم في موضوع الطاقه شرق المتوسط هو الذي الان يحتاج الى نقاش بين الطرفين، انقره تريد اتفاقيه ترسيم حدود بحريه مع الجانب المصري، تريد ايضا كسب مصر الى جانبها في الحوار مع اليونان ومع قبرص اليونانيه بسبب العلاقات المصريه مع الطرفين. بالمقابل انقره القاهره ايضا تستطيع ان تستفيد من خدمات استراتيجيه البعد تقدمها تركيا سواء كان في ملف سد النهضه، علاقاتها مع اثيوبيا، السياسه الافريقيه ككل، لكن في مؤشر انفتاحي ايجابي اشرتم اليه انتم في قناتكم قبل ايام انه تركيا هي الان تعتبر المشتري الأول للغاز الطبيعي المصري حسب أرقام العام 2023 الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وهذا رقم مشجع جدا يعني إذا كانت هذه الأرقام ستتقدم بهذا الاتجاه في الأشهر المقبلة أيضا فهذا مؤشر حقيقي على أنه حتى في موضوع الطاقة يبدو أنه في اختراق تركي مصري في التعامل مع هذا الملف. سيد مصطفى يعني هذه النقاط الخلافيه وهذا التحول في المسار الواضح اليوم ربما قد يسال البعض الى اي مدى تشكل اهميه مصر في ظل التغيرات التي يشهدها العالم ليس فقط الاقليم تشكل سببا في ان تذهب تركيا الى هذا الخيار يعني أولا تركيا الحقيقة هناك خطوة إيجابية في مسارها وعلاقاتها مع أطراف متعددة في الإقليم. رأينا زيارة أردوغان إلى المملكة العربية السعودية وأيضا مبادرته فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة وإنهاء الخلافات بين هاتين الدولتين. نحن نعرف تماما توجهات حزب العدالة والتنمية منذ يعني منذ نهاية حكم نجم الدين أربكان وحزب الفضيلة الإسلامي كان الحزب يتبنى تيار الإخوان ولكن الحقيقة الآن هناك وتحديدا بعد فوز الرئيس أردوغان بولاية جديدة في حكم تركيا ثمة مراجعة للسياسة الخارجية ثمة مراجعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى ثمة مراجعة للقضايا الإقليمية أتصور أن السياسة الخارجية التركية الآن تنطلق من حساب مصلحه تركيا الاقتصاديه بالاساس ثم السياسيه بعد ذلك اعتقد ان تركيا واعيه بالمخاطر التي تهدد الاقليم وهي بالتاكيد في النهايه معنية بكثير من المشاكل ومن ثم فأتصور أن الطرح المطروح الآن على السياسة الخارجية التركية هو أن تحدد تركيا موقفها من سوريا، أن تحدد تركيا التدخل الذي يتم في سوريا والعراق أيضاً، تحدد موقفها من ليبيا ومسألة الانتخابات وأعتقد أن خلال الزيارة التي ستتم للرئيس عبد الفتاح السيسي سيطرح موضوع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يجب أن تتم. هذا العام كما اتفقت اطراف دوليه عديده اظن ان فتح صفحه جديده في العلاقات المصريه التركيه سيفيد المنطقه باسرها وسيدفع تركيا لانه لا احد يستطيع ان يتجاهل تركيا تركيا عنصر فاعل في المنطقه تركيا عنصر مؤثر في المنطقه سواء بوضعها الاقتصادي بعلاقاتها السياسيه بمركزها الاقليمي بعلاقاتها الدوليه اظن اننا امام مرحله جديده مرحله تسويه الخلافات في العالم العربي مع الاطراف الاقليميه من القاهرة كنت معنا عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري وأيضا كان معنا ضيفنا من اسطنبول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سمير صالحة شكرا جزيلا لكما لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات